ترتيب الأبراج من الأقل إلى الأكثر حظاً في نهاية 2020. أهلاً بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي ونجوم. أحبتي يسعدنا حضوركم دائماً في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. تشرف سنة 2020 على نهايتها، ولا شك في أن معظم مواليد الأبراج قد يتذكرون أنها لم تكن سنة جيدة بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الكثيرون، لكن لا شك في أن نهاية السنة تحمل بعض المفاجآت لهؤلاء، وقد يتمتعون بالحظ الجيد على عكس آخرين. وفي هذا الفيديو إليكم ترتيب الأبراج من الأقل حظا إلى الأكثر حظا فيما تبقى من عام 2020، فتابعونا. على رأس القائمة برج الثور. قد يكون الثور من مواليد الأبراج الأسوأ حظا في نهاية هذه السنة، والسبب أنه قد لا يتخلص من الأزمات التي رافقته لأشهر طويلة، كذلك قد تقف بعض المعوقات أمام تحقيق أهدافه، لكن ليس عليه الشعور باليأس، فهي مرحلة مؤقتة عابرة. برج الحوت. يعاني مولود الحوت حاليا من بعض المشاكل على مستويات مختلفة من حياته، وقد يمنعه بعض الأشخاص أو بعض القرارات من متابعة تنفيذ مخططاته، ورغم هذا عليه الاحتفاظ بها إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتحقيقها. برج الأسد. يعيش مولود الأسد حاليا حالة من الروتين القاسي الذي فرضه على نفسه، ولهذا فأنه لن يتمكن من الخروج من حالة المعاناة إلا إذا أخذ قرارا ذاتيا بذلك، فالإرادة بالنسبة إليه هي سبب النجاح. الجوزاء. لا يقوم مولود الجوزاء بالكثير من الجهود من أجل تحسين ظروف حياته، لكن يتمتع بالقليل من الحظ الجيد، وهذا ما يساعده على أن يعيش سعيد في الكثير من الأحيان. برج القوس. من المعروف أن هذا المولود يتوخى الدقة المبالغ فيها في كل أمر يقوم به، فهو لا يحب أداء المهمات بشكل عشوائي ومن دون اهتمام، ولهذا من الممكن أن يحقق في نهاية العام بعض الإنجازات الصغيرة، لكنه قد يواجه بعض المعوقات أيضا. برج السرطان. يعيش هذا المولود حالة من الهدوء التام، ويعتقد الجميع أنه يشعر بالسعادة، لكنه يحس في الحقيقة بعدم الرضا، ورغم هذا عليه أن يعلم أن بعض طموحاته قد تتحقق مع بداية 2021، وأن الحظ الجيد قد يرافقه في بعض الأحيان. برج الجدي. يحاول مولود الجدي تحسين مستوى حياته، ومن الممكن أن تثمر جهوده في نهاية عام 2020 وبداية 2021، فهو محب للتطور ولا يستكين، وقد يتمكن من تحقيق جزء من أحلامه، لكن عليه بذل المزيد من الجهود من أجل ذلك. برج الميزان. من الممكن أن يعرف هذا المولود حالة من الاستقرار على مستويات حياته المختلفة كما لم يحدث معه من قبل، وقد تنتظر نهاية سنة واعدة، وقد يبدأ بالقيام بالخطوات المؤجلة على طريق تحقيق جزء مهم من طموحاته في الحياة. برج العقرب. يعيش العقرب حاليا أزمة غير مسبوقة في حياته، ولهذا يشعر بعدم الرضا الذي يصل إلى اليأس في بعض الحالات، وهذا خطأ، لأن نهاية العام قد تحمل إليه الأخبار السارة التي ينتظرها، بل أنه قد يقوم بخطوة تغير مجرى حياته، ويمكن أن تقلبها رأسا على عقب بالمعنى الإيجابي. العذراء. من المتوقع أن يقوم هذا المولود بخطوة مهمة إلى الأمام، وقد يحقق هدفا سعى إليه في سنوات سابقة، وربما يأخذ قرارا مصيريا
يؤدي إلى تحول حياته إلى الأفضل ويعيش تبعات مفاجأة سارة. برج الدلو يعتبر من أكثر مواليد الأبراج حاجة إلى تحسن حياته، وهو ما يمكن أن يحدث بشكل واضح وملحوظ في نهاية العام، فمن الممكن أن يتخلص من الكثير من المشاكل التي واجهها في سنوات سابقة، وأخيرا يمكن للابتسامة أن ترتسم على وجهه. وأخيرا والأكثر حظا برج الحمل، يعتبر من أكثر مواليد الأبراج حاجة إلى حدوث تغيير إيجابي في حياته، وهو ما يمكن أن يحدث في نهاية العام 2020، وقد يعثر الحمل على فرصته من دون أن يتوقع هذا، وقد يعيش حالة من الرخاء التي لم يعرفها من قبل، كما أنه قد ينتقل من مرتبة اجتماعية ومادية إلى أخرى أفضل من تلك التي عاش في إطارها سابقا. ولهذا يعد من أكثر مواليد الأبراج 12 حظا في العام الجديد 2021 ونهاية 2020. حظ سعيد للجميع، نتمنى التوفيق وسنة سعيدة على الجميع بإذن الله.